هذه هي تغيط لسارة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. على الثنائي الجميل غيث مروان وسارة الوراء بمجموعة من الاستوريات. يذكر ان اليوتيوبر غيث مروان سافر لوحده الى السعودية، والجمهور طلب من غيث انه يجيب هدية لسارة واللي هي عباية. هلا بيطلعوني برا الاوتيل ما بعرف ارجع له، بدك يعني اعرف من وين اجيب عباية لسارة؟ انا صار لي 30 سنة عايش في دبي وما بعرف وين في محل عبايات، بدي اعرف السعودية وين في محل، لو بتعرفوا خبروني ممكن اروح اجيب. أيضا نمر إلى أصالة اللي تفاعلت بمجموعة من الاستوريات، كانت عم تاخذ رأي زوجها أنس في حلق الأنف اللي اعتمدته مؤخرا وصارت الترند. شو رأيك؟ أنفك حيوقع فمسكتيه بشغلة؟ مو حلو؟ بس كتير تشيب، شو هاد؟ هاني جد نمر إلى بيسان إسماعيل ومحمود اللي تفاعلوا بدورهم بمجموعة من الاستوريات. محمود كان زعلان من بيسان لهذا السبب. أنا سويت شيء؟ أيوه. شو سويت؟ لك أحكي. ما ظنيتي اليوم؟ أغني لك؟ يلا أغنية واحدة تعي. الله. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني. الله. لو انت مطلعيني بحبك.